صباح الخير مشاهدي ان تي ان، مشاهدي نايل لايف، حلقه جديده من نهارك سعيد من دلوقتي لغايه الساعه 11 على الهواء مباشره، وهنتابع معاكم اهم الاحداث اللي بتحصل، ويا رب تكونوا انتوا كمان بتتابعوا معانا كل الاحداث اللي بتحصل، عشان داخلين على مرحله بعتقد مهمه في تاريخ مصر وفي تاريخنا كاشخاص كمان. هنكون معاكم انا واشرف وفادي. صباح الفل. صباح الفل. صباح الخير فادي. صباح الفل يا اشرف. صباح الخير يا عايده. صباح الخير يا مشاهدينا. حلقه يوم الاحد 13/11/2011، واول اسبوع حافل، ويمكن كان اهم خبر امبارح هو قرار الجامعه العربيه بتعليق عضويه سوريا وطلب سحب السفراء، ويمكن ده كان خبر يعني عظيم. ده غير ان احنا برضو عندنا في مصر خبر عظيم، وهو قرار المحكمه الاداريه العليا باقصاء اعضاء الحزب الوطني من الانتخابات في المنصوره، وده طبعا حكم تاريخي عندنا في مصر. واعتقد انه ده يثير جدل، والحكومه طلعت قالت انه في خلال 48 ساعه سوف يقر قانون العزل السياسي. نتمنى ذلك يعني فتره حافله. صباح الخير يا اشرف. صباح الخير فادي. صباح الخير عايده. صباح الخير مشاهدي نايل لايف، ونهاركم دايما سعيد مليان بالامل والتفاؤل زي ما قال فادي على موضوع القرار المحكمه الاداريه. على فكره عندنا فقره خاصه بهذا الموضوع هيبقى ضيفنا فيها الاستاذ عصام الاسلامبولي المحامي والفقيه الدستوري، هنتكلم في هذا الموضوع بالتفصيل، وخصوصا ان احنا هل الحكم ده ممكن يطبق على كل محافظات مصر ولا بس في المنصوره، وهل لو يعني الناس دي اللي هي اوريدي قدمت في الانتخابات ورشحت نفسها من الحزب الوطني لو هم اتشالوا هل هنرجع نفتح باب الترشح تاني ولا لا؟ اسئله كتيره قوي هيناقشها معاكم زميلتي عايده النهارده. مهم يا عايده تسالنا السؤال ده بالذات، انه لما يشيلوا الناس بقى بتاعت الحزب الوطني هيعيدوا بقى التكتلات تاني واللسه تاني والقوانين تاني؟ محتاجين نفهم بالزبط. الدنيا هتمشي ازاي بالزبط. وعلى كل ان يعني هم كتار قوي اللي مترشحين، فلو شلنا دول مش هيجرى حاجه يعني، من زمان والناس بتنادي من زمان وبتقول يا جماعه ارحمونا، 5 سنين عزل سياسي لاعضاء الحزب المنحل اصلا. احنا مش مثلا هو كان حزب ظريف ولطيف وعايش بوسطينا، هو حزب منحل والناس بتتكلم، ويعني لا حياه لمن تنادي. عامه باتر ليت ذان نيفر، يعني انه يحصل احسن ما يحصلش خالص، ده خبر كويس، ويا رب فعلا يبقى بيطبق ونشوف الاليات اللي بيتم على اساسها. النهارده كمان بما اننا داخلين على انتخابات وده شغل الناس الشاغل، وانا شخصيا انا بعترف ان انا اول واحده انا محتاسه حوسه ما بعدها حوسه. انا عماله بشوف البوسترات في كل حته في الشوارع، محدش عارف مين ايه، ومش فاهمه هو دي ايه قايمه ايه، طب ودول مين، وعماله ببص على الصور ومش فاهمه ايه اللي بيحصل. انا راهن ان مفيش حد فاهم اي حاجه. صح، ما انا برضو حسيت بالمعاناه يعني. فهيكون عندنا فقره تحديدا، هيكون معانا دكتور محمد واكد، وهو عضو المكتب السياسي بالجبهه القوميه للعداله والديمقراطيه، والجبهه دي ملهاش اي علاقه باي حزب، ملهاش اي علاقه باي انتماء، هدفهم ان هم يساعدوا الناس اللي زي حالاتي واللي زي حالاتكم واللي زي حالاتنا كلنا كده، ان هم يفهموا بس هيقضوا الانتخابات دي ازاي او يعملوا ايه وقت الانتخابات. فدي فقره بعتقد هتهم الناس. ويا ريت يا مشاهدينا ما تنسوش اللي مش هيلحق يتفرج على فقره دلوقتي او نازل رايح الشغل او عنده اي حاجه، ممكن يتفرج علينا على اليوتيوب شانل بتاعتنا www.youtube/user/نهارك سعيد، كلمه واحده، وتواصل معنا على التويتر على نهارك سعيد @twitter.com، او على الفيسبوك جروب بتاعنا نهارك سعيد على الفيسبوك. تعملوا لنا فولو بقى واحنا هنقول لكم كل شيء. يعني تابعونا، ولو فاتتكم فقره ممكن تشوفوها. احنا كمان هيكون معنا فقره مهمه جدا عن مشروع الممر الافريقي، وهو مشروع يوصل ما بين دول حوض النيل وينمي ثروات المنطقه ومصر بالتحديد. هنتكلم بالتفصيل في الموضوع مع مهندس ايمن رشيد صاحب فكره مشروع الممر الافريقي. سريعا نبتدي يومنا وفقره الصحافه، والاستاذه امال عويده الصحفيه في جريده الاهرام هتبقى ضيفتي الفقره الجايه في فقره الصحافه. نهاركم دايما يا رب يبقى سعيد على مصر جميعا يا رب.